A senior Lebanese doctor said the U.S. attempts to weaken China through politicizing COVID-19 origins tracing. جمهورية الصين الشعبية كان عندهم جهود كبيرة أول شيء باحتواء الفيروس وبالسيطرة عليه بشكل هائل وهن من أول الدول اللي قدروا سيطروا عليه بشكل كامل بينما صار في تفشي بدول العالم رغم أنه الكثافة السكانية بالصين عالية كتير والمدن أما بما يخص تتبع أصل الفيروس كان لهم دور كتير ومثل ما حضرتك حكيت أنه حاولوا يتعاطوا مع منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين لا يعرفوا مصدر الفيروس بس للأسف الجهة الأمريكية كان نظرتها أنه هذا تسرب من مختبر بالصين وغير قابل للنقاش بالنسبة لهم برأيي الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها مسيطرة على الإعلام العالمي وعلى السياسة العالمية محتمل يكون عندها سياسة بتضعيف الصين بما أن الصين دولة عظمى عم تقوى اقتصاديا وهي أحد ثاني اقتصاد بالعالم فالهاجس الكبير لأمريكا هو الصين ومن بعد روسيا فلذلك لازم يشتتوهم ويضعفوهم ويبعدون عن بعضهم ليضلوا سيطرة الأمريكية على العالم هذا رأي شخصي